الرسالة الثانية إلى من يظن أن قضية فلسطين هي قضية عربية، ليست عربية. القضية قضية دينية، والصراع بيننا وبين اليهود صراع دين وليس صراع أرض. نحن نقاتلهم للدين ما للأرض، وليس النزاع نزاع أرض، لأنه الكفار أرادوا أن يضيعوا القضية فجعلوها بين العرب وبين غيرهم. ليست قضية العرب، إنما هي قضية المسلمين، قضية المسلمين.